أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم La ilaha illallah.
Allah, 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو حق هو 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 Ho 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 ho
وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ثم ارحمنا واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين الصديقين الشاكرين واجعلني من عبادك المقربين الشاكرين الباقين بالله الرحمن الرحيم القلنداريين وارزقنا كشف الحقيقة برحمتك ارحم الراحمين وارزقنا رؤيتك في ماهية انبياء ورسل في دار الجلال بكرة وعشيا بلا انقطاع الى ما دام ارحم الراحمين برحمتك ارحم الراحمين برحمتك ارحم الراحمين برحمتك ارحم الراحمين يا ذا الذكر فكر تلاوت السلام خالص احسان مند ہے مہربان احساس کرنے کا تقبل کرے قبول منظور کر دے اجر ثواب بھی صاحب بھی اسمال بھی اندازی بھی تعداد زیاد سے زیاد آمین دادیا جو سلام مصطفی نام اللہ فی اللہ رب صاحب مستعار ذات بار صاحب علی حبیب دموں علی حبیب سرور کائنات احمد مجتبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارتہ اللہ صاحب رضا بکر یہ سلام ہم نے پاس سرور کائنات دے بالخصوص سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برکت اہل بیت رسول کریم صحابہ کرام زمو شر سے ددی مل کریا کلیا کسان تو بلکہ تمام انبیاء صدیقین شہداء صلحاء اولیاء اللہ اجمعین دے بالخصوص ہم حاضرین دے زمو والدین دے استادان تو مسلمین دے بالخصوص دین علاوہ ہم مومن مسلمان ناری نو زنا نو دا اہل دا حضور پاس دا آدم علیہ السلام فطر قیامت کو ہر کلمہ گو دے دے سوایا لبن مون پھول تو تو سر کائنات پر صدقہ دے اسلام کو دے نصیب کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرب اور رضا دیدار نصیب کے دای بخاطر دای قرب اور برکت بخاطر دا دا مخ دوی جاری بخاطر اور برکت یا لن تختو قرب دی ہا اور رضا دیدار بدی نصیب کے یا لن تے معفی کے ماں زمین محمد واجے یا حلال ہو ہم کے رب حرام نہ سادے یا رحم الرحیمین اللہ تعالی من رضاش میں تن رضا کے ان کا خود مخلصین مخسرین متقین فائزین فائقین مغفورین مرحومین مقبولین مرحومین مسلمین مقربین و دیدانان جوڑ کے امین اور تے من رضا شرب ہم تن رضا کے امین یا اللہ مجھے پاس ہر سنان جان ہو
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين امين جزاك الله خيرا كثيرا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هال من الأهوال مقتحم مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم